المدينة الحمراء تعيش أجواء كأس العالم للأندية، حركة سياحية مهمة بفعل توافد جماهير كرة القدم، وبنية استقبال متميزة سخرت لهذا الغرض، والنموذج من هذا الفضاء والذي يستقبل يوميا عديد الزوار الراغبين في اكتشاف سحر الكرة المستديرة وكذا اقتناء تذاكر المباريات، زوار منهم المغاربة وكذا الأجانب. إنها تجربة جديدة لأن الكأس تنظم لأول مرة بالمغرب، وكمواطن فرنسي جئت لأتعرف عن قرب عن الأندية العالمية لكرة القدم، وأنا سعيد بوجودي بالمغرب. سواء كانت راجع سواء ما كانت، وخا تقصات راجع غنبقاو نتبعو الكوب دي موند حيت فيه فرق كبار بحال البايرن ميونيخ. خدمة متنوعة يقدم هذا الفضاء لمرتاديه، منها الترفيهية وكذا السياحية، جعلته يستقطب السكان وزوار المدينة لينضاف بذلك لسلسلة الفضاءات الكثيرة التي تتوفر عليها مراكش، والتي جعلتها من بين أهم الوجهات السياحية العالمية، لكن هذه المرة بنكهة كروية. مراكش جميلة جدا، لقد انتهينا للتو من زيارة الأسواق، أصدقاء لنا رافقونا لزيارة بعض الأماكن بالمدينة. مدينة مراكش تكتسي إذن حلة العرس الكروي لتضرب الموعد بذلك لجمهور كرة القدم خلال مبارتي نصف النهاية والنهاية، والتي سيحتضنهم الملعب الكبير بحضور جمهور قدم للاستمتاع بسحر الكرة وسحر المدينة.